إذا للوقوف عند قرار السلطات اللبنانية إعادة اللاجئين السوريين وتداعياته عليهم، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أستاذ ياسر، أهلا بكم. يعني لماذا كل هذا الرفض للاجئين السوريين ولوجودهم في لبنان؟ لماذا الاستعجال من قبل السلطات اللبنانية لإعادتهم إلى سوريا؟ ما السبب في ذلك؟ مساء الخير لك لمشاهديك. لا يخفى على أحد أن قضية السورية وحل المشكلة في سوريا حتى هذه اللحظة لا يوجد أي إرادة حقيقية للحل بشكل نهائي. عدم وجود حل سياسي في سوريا، عدم وجود ضغوطات دولية ومشروعية حقيقية لعملية تطبيق القرارات الدولية، جعل الدول التي يعني تضم على أراضيها العداد من اللاجئين، أتكلم عن دول الجوار على وجه التحديد، جعلها تشعر بالملل، وبدأت الشعوب في هذه الدول أيضا تحمل اللاجئين الكثير من أزماتها الداخلية. لبنان على وجه التحديد دولة تعيش حالة فشل سياسي، تعيش حالة فشل اقتصادي، وبالنتيجة يحاول الجميع أن يحمل المسؤولية للاجئين، الحلقة الأضعف في لبنان. هذا من جانب. من جانب آخر، فعلا أن الدولة اللبنانية وكأن هناك يعني حقيقة يعني تغطية أو يعني محاباة للدولة اللبنانية في عملية عودة اللاجئين، وخصوصا بعد توقيع الاتفاقية ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان. ظني أن الدولة الراعية لهذا الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها أوزعت إلى الحكومة اللبنانية بأنها لن تعاقب لبنان فيما إذا اتخذت بعض الخطوات السياسية اتجاه سوريا. وأظن الخطوة اللبنانية ذكرها الرئيس اللبناني بشكل واضح وجلي، أنه بعد ترسيم الحدود سيتم إعادة اللاجئين. عدم يعني عملية الربط ما بين عودة اللاجئين واتفاقية رسم الحدود، وكأن هناك ضمن بنود الصفقة السرية هو يعني ضوء أخضر للبنان من أجل إعادة السوريين. الأمر الثالث والذي هو يعني حقيقي يجب أن يراعى في هذا الأمر، أن من هجر السوريين إلى لبنان، الحجم الأكبر من التهجير هو من منطقة حمص القصير أو من مناطق الحدود اللبنانية، طول الحدود اللبنانية السورية. هذه المنطقة تحتلها الآن قوات حزب الله، ولا تسمح للاجئين السوريين الذين غادروها مكرهين بعد تدخل قوات حزب الله في هذه المناطق، لا تسمح لهم أيضا إلى العودة إلى مناطقهم، بل تزمهم إلى العودة إلى مخيمات في أماكن الشتاء. إذن اللاجئين السوريين في لبنان هم الحلقة الأضعف، الورقة التي يعبث بها الساسة، والتي يحملونها مسؤولية حتى على مستوى الحاضنة السكانية في لبنان. في الأخير أنا أريد أن أقول أن لبنان فيما إذا كان جادا في عودة اللاجئين السوري، على الأقل يطلب من قوات حزب الله أن يغادر المناطق التي تحتلها التي هي تخص هؤلاء اللاجئين، وليسمي الأمور بمسمياتها. هؤلاء لاجئون وليسوا نازحون، هؤلاء لم يغادروا بإرادتهم ولم يغادروا إلى مناطق ضمن بلادهم، وإنما غادروا الحدود السورية إلى لبنان، وهؤلاء يسموا لاجئين. وعلى الدولة اللبنانية التي هي جزء من منظومة الأمم المتحدة أن تراعي القرارات الدولية بخصوص اللاجئين. أستاذ ياسر، كيف تقيم موقف مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان؟ هل يكفي الوقوف على الحياد في ظل المخاطر التي تهدد اللاجئين في حال عودتهم إلى سوريا؟ أستاذ ياسر، هل تسمعوني؟ أسمعك الآن. نعم، تسمعوني الآن؟ نعم. كيف تقيم موقف مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان؟ هل يعني ستكتفي بالوقوف متفرجة وتأخذ جانب الحياد في ظل المخاطر التي تهدد اللاجئين في حال عودتهم إلى سوريا؟ يعني المفوضية العامة للاجئين ظني أنها يعني مقصرة بخصوص وضع اللاجئين السوريين في لبنان، ابتداء من الضغوطات التي يعانوا منها اللاجئين وحالة العنصرية، وأيضا ضغوطات على منح المواد الأساسية. وأيضا في الآونة الأخيرة كان هناك حرق للمخيمات، وكان هناك قطع للأنترنت. كل هذه الظروف والعوامل من أجل أن يقبل اللاجئين السوريين بعودة قسرية وليست عودة طوعية. المفوضية العامة للاجئين حتى هذه اللحظة لم تبدي إلا استياء يعني ببيانات، لم يكن لديها أي تصرفات على أرض الواقع، لم يكن لديها احتجاج حقيقي وفاعل، ولم يكن لديها بدائل
لحالة المعاناة التي يقوم بها السوريين سواء بتقديم العون والإسراع بالمساعدات، كون أن هؤلاء جزء منهم الآن يتعرضون كما ذكرت إلى حالة عنصرية وإلى يتعرضون إلى حالة عوز شديد. أتكلم عن هؤلاء الذين غادروا مخيماتهم قسرا بعد حرقها وبفعل فاعل. ظني أن اللاجئين السوريين ينبغي للمفوضية اللاجئين أن تقوم بواجباتها اتجاههم، لا أن يكون مراقبتها ومجرد بيانات، وبالنتيجة يصل اللاجئين السوريين إلى يعني أماكن تعذيبهم وإلى معتقلات النظام بشار الأسد، وهذه بحالة قاسية. أريد أن أذكر المشاهدين أنه منذ يعني فترة قصيرة كان هناك قارب للموت غادر من البحر شواطئ لبنان باتجاه الحدود الغربية، ولكنه تعرض للغرق وتم عودتهم باتجاه طرطوس. هؤلاء منهم كان لاجئين سوريين في لبنان، ماذا فعل النظام؟ اعتقلهم وهم في حالة إسعاف في المشافي، وبعد ذلك اختفوا قسريا في مخيمات في سجون النظام وفي أماكن الاعتقالات القسرية. أستاذ ياسر، ولكن هناك من يقول إن الفرقاء اللبنانيين سيتوافقون على اختيار رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات مبكرة بعد قرار طرد اللاجئين السوريين من لبنان، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني لا يجب أن يحمل أن كل الحلول هي فقط واقفة يعني على تواجد اللاجئين في لبنان. المشكلة الاقتصادية في لبنان لا يتحمل وزنها اللاجئين، بل على العكس اللاجئين يمكن أن يكون لديهم مساهمات جزئية ولو كانت بسيطة. هذا ما قرره وزير البيئة عندما كتب تقرير قبيل تسلمه لحقيبة وزارة البيئة. وأيضا أريد أن أقول أن المشكلة السياسية أن الشعب اللبناني كان يتهم كل الطبقة السياسية بأنها فاسدة، ويقول شعار تحت شعار كلهم يعني كلهم. ظني أن اللاجئ السوري لا يتحمل مغبة الفساد لهذه الأحزاب. الآن هناك ما يجمع هذه الأحزاب حول موضوع واردات يعني يمنون بها أنفسهم، كون أنهم يتصورون أن مشاريع استثمار الغاز في بحر الأبيض المتوسط في الشواطئ اللبنانية سيكون قريب، وبالتالي سيكون هناك صفقات وفساد أكبر، وبالتالي سيتوافق الطبقة السياسية على حالة سياسية لمجرد أن يمروا بها بوجه العاصفة، وهي انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم انتخاب البرلمان اللبناني. ظني أن انتخاب يعني الرئيس الجمهورية حاليا هي نقطة سيتوافق عليها السياسيين من أجل تمرير مشروع الفساد المقبل، حتى لا يصحو الشارع اللبناني من جديد ويحملهم مسؤولية ما يحصل من فساد اقتصادي وأزمة سياسية. عبر سكان من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار، شكرا جزيلا لكم.